يا سبحان الله يا البنات يا الإخوان، يا سبحان الله، هاد الكحيل هذا كان تحت المنطة، كان هنايا لتحت ومقلوبة عليه المنطة، والمشاة كتغوت تغوت تغوت تغوت، عارفة ناقصة واحد. يا سبحان الله العظيم، وانا كنقول انا يا شنو بقيت كندير، اشنو كندير؟ كنشوف هنا عندها في الماكلة، بقيت كنقول الماكلة عندها، الماء عندها، اش بغيتي؟ واش ما فيهاش الحليب ولا شنو؟ قلت غادي نخرج نجيب لها السردين، لحقاش البنات قالوا لي في تيك توك جيبي لها السردين باش يدير لها الحليب. كي جيت هنا لقيت غير ثلاثه، بقيت كنقلب هنا نقلب هنا وانا نلقاه مليه، عطيته لها وراها كانت ناعسه غير من راني كندير الفيديو، فاقت عطيته لها البنات وهي عرفتو كترخي راسها وتنعس، بقيت كتحس فيه. يا سبحان الله يا سبحان الله، وشوفوا وكتعرف عارفه الحساب، عارفه راه ثلاثه وخص واحد، سبحان الله. بقيت غير كنشوف والله البنات، جبت هنا واحد المده زمنيه بقيت غير كنشوف كنقول سبحان الله العظيم، سبحان الله ما شاء الله. شوفوا الحس نتاع الامومه حتى في الحيوانات، سبحان الله. بناتي واحد السلام عليكم، نساء ورجال دراري، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا كاملين بخير والفيديو ديالي يلقاكم بخير وعلى خير. صافي، هذه اللي بغيت نهضر لكم عليها صراحه زوينه بزاف، وكنشجعكم انكم تشريوها من اليكسبريس. شنو هو هذا؟ كيبان لكم سكوتش، ماشي سكوتش، هذه واحد اللصقه كاين فيها الرقيقه وكاين فيها الغليظه في بلاصه المسمار، يعني عوض ما تشدي المسمار وكتقبي في الحيطان كتشدي غير واحد المورصو هكا، وراه فيه كيما قلت لكم الغليظ والرقيق، كتشدي غير واحد المورصو، بغيتيه طويل بزاف بغيتيه رقيق كيما بغيتيه، وكتلصقيه عندك هكا في الزليج في الكوزينه، وكتلصقي اللي بغيتي، ديكورات، تلصقي العلاقات، اي حاجه تعلقيها فيه. وهذا اللي كتشوفوا هذا راه علقوا فيه واحد بوديزه، واحد القله فيها 15 نيوترو ديال الماء. المهم يا بنات الدراري، هادشي اللي كاين، صوري بزاف ديال الحوايج، غير ما بغيتش نطول عليكم الفيديو لان الظهر عندنا موضوع غادي ننتقلوا يا اختي لسطح العماله، اختي نسطحوا لكم بعدا، نسطحوا نمشيو لسطح الصالون بطبيعه الحال اختي، باش نهضر على راحتي ونعرف نعبر ونهضر على المشكله. نجمع هاد الوريقات البنات وهان معكم. المشكل كما شفتوا في العنوان وهو ديال الشخير، ماشي مشكله، كارثه، هذه كارثه، وخصوصا إذا كانوا متزوجين. هذا الموضوع راني ما غاديش نهضر غير على الراجل، حيت معروف غير الرجال كيقولوا الراجل اللي كيشخر، الراجل اللي كيدير، الراجل اللي كيفعل، الراجل. حنا العيالات سهلات ما كنديروا والو، راه حتى العيالات كيشخروا. ولهذا غادي نعطيكم ثلاثه ديال الحلول. الحل الاول، الحل المثالي بالنسبه ليا 100%، وكنظن انه غادي يعجبكم. الحل الثاني يعني الا بغيتو تقدروا عليه، مي الا بغيتو. الحل الثالث الا كان شي وحده اختي طلع لها الدم، شي وحده طالع لها الدم اختي، عيات بالشخر ولا شي واحد طالع لها الدم. الحل الثالث غادي نبدا لكم، بالحل الاول. المهم اول حاجه الشخير، الشخير عنده بزاف ديال الاسباب ديالو، بان المراه ولا الراجل. اول حاجه السمنه، ثاني حاجه يعني دوك الجليدات اللي كيكونوا في المناخر كيكونوا في النيف، وبزاف ديال المشاكل، واللي كينعسوا بزاف هكا على ظهرهم، بزاف ديال المشاكل. اللي عنده المشكله ديال الشخير راه بزاف، راه كنقول لكم واحد المعلومه، راه ما تيقوش تقول لا نورا راكي غير كتخربقي، راه 40% 65% كيطلقوا بسبب المشكل ديال الشخير، ما كيقدروش ينعسوا في الليل، مستحيل انا المراه تنعس في الليل، مستحيل، اولا الراجل ينعس في الليل، عوض ما المراه نعسه مع راجل، اولا راجل نعس مع مرته، نعس مع تركتور ولا تيشخر ترى، يلا كان شي نكار اختي في النهار ينقر وفي الليل يشخر، خلا دار ما بردي بردي بردي. المهم ما علينا، كما قلت لكم هذا المشكل، اول حاجه اول حاجه اول حاجه قبل ما تناقشوا، قبل ما تدابزوا، قبل ما حتى شي حاجه، ديما الحوار، ديما الحوار البنات، هذا موضوع اخر غادي نهضر عليه من بعد. هضروا مع بعضياتكم، سيروا للطبيب، شوفوا هذا المشكل مناش جاي، واش من السمنه، واش من المشكل تاع عندكم شي حاجه في العنق ولا في النيف ولا، مهم كاين شي سبب ديال الشخر، الانسان راه ما غاديش يجي ويشخر. هذه وحده. وكاين عاوتاني اللي ما عمرو شخر في حياته، كيشخر غير نهار اللي كيتعب، نهار تاع تمار، نهار تاع الشقا اللي كيشقى فيه،
ديك الليله كيشخور فيها مزيان بسبب العياء، ما كيعباش مسكين براسو او ما كتعباش براسها. المهم غادي نعطيكم الحل الاول. الحل الاول اللي كنطرق له انا وهو الحل المثالي بالنسبه ليا، وهو هاد طابونيس. طابونيس بالبي ماشي بي. ايه يا اخي دار شركم عرفتكم نيتكم غارقه. هاد الطابونيس هادو حنا هنايا عندنا في اسبانيا وحتى في المغرب، في اي دوله كانت راه كاين. تمشي للفرماسيان تقول له عطيني الله يرحم الوالدين شي حاجه اللي كتبلع الودن. حنا عندنا سميتها المهم مسدادات الاذن. كاين فيهم على ما شفت انا زوج ديال الانواع. كاين هاد اللي داير بحال البونج، وكاين البلاستيك ديال بحال السيليكون. انا كنصحكم بهذا نتاع البونج. هاد الطريقه ديال الاستعمال سهله، واو خطيره، ما كتسمعي لا شخير، ما كتسمعي لا حس لا الهراج والصداعات ديال الزنقه، ما كتسمعي حتى شي حاجه. انا هنا عندي مع 6 ديال الصباح كيجي واحد دوبي، حنا يعني كنقولوا دوبي، واحد كاميو صغير ورا كتجي تهز هماما، كتجي تهز داكشي ديال الصليح وكيدير الحس بزاف، كينوض ميت من قبره. لحقاش هنايا هاد البويبلو اللي انا ساكنه فيه فيه دروبه ضيقين، وهاد الكاميو دايرينها غير صغيورة على حساب الدروبه، وفيها الموتور عرفتو قداش ما كتنعسيش الصباح، ما كتنعسيش. شريت انا هذا على حسابه. المهم الحس ديال الزنقه شخير، اولا راجلك كيفيق بكري وكيدير الحس وكيهرس لك النعاس ديالك، اولا مرتك نفس الشيء، هادو الطريقه تاع الاستعمال ديالهم خطر، وكتحسي براسك راكي في عالم صمت، عالم العالم سيلونسيو ما فيهش البشر. هذه الطريقه ديالها سهله، غادي نخليهم لكم هنايا في الفيديو. كتضغطوا عليها مزيان، كتضغطوا عليها مزيان، كتردوها هكا بحال هكا رقيقه، وكتخشيوها لداخل في الودن، وهي كتصاد لداخل، كتولي كما راكم كتشوفوها هكا من داخل في الودن كتصاد، كتبلع صافي، كتبلع كاع هذيك الثقبه تاع الاذن كتبلعها كامله، وما تبقاي تسمعي والو. هاد الباكيتي هادي فيها 4، فيها 4، تقدر تشري زوج ليك وزوج ليه. المهم كدير غير 4 الاورو. هذا الحل الاول اللي كنميل ليه انا بزاف الصراحه. الحل الثاني اللي قلت لكم الا قدرتوا عليه، وهو الشريك ديالكم ولا الشريكه ديالكم مين كيكونوا شخروا ضرباتك فقتي الفقه الاولى، شوفي كيفاش راه ناعس اولا شوفها كيفاش راه ناعسه. الا كان ناعس الوساده معذبه قدي له راسو، والا كان ناعس على ظهره غادي غير تشديه من يدو، شديه من يدو وجبديه عندك، غادي يحبس الشخير اوتوماتيكامينتي بوحدو، غادي يحبس الشخير بلا ما يربى. واخا ناعس في 60 نومه بوحدو غادي يحبس الشخير، لان بزاف ديال الناس كي كيكونوا ناعسين على ظهرهم راه كيشخروا بزاف. انت ما عليك الا تشديه من يدو وتدوريه عندك، اولا تقدي له الوساده. هذا الحل الثاني الا قدرتي عليه. ما قدرتيش شري هذه وهني السوق، ما قدرتيش لهذا الحل الثاني. الحل الثالث، الحل الثالث اختي، ما قدرتي لا على الحل الاول لا حل الزواج، يا شخور اختي هزي رجلك دفعي الزمر ولا دفعي الزمر، ايا كاش الحل فعيدك الاخ يمشي مالك، كل ليله فضحك فضحنا اش كاين منا ما نخافوش. الحل الثالث غير بغيت نضحك معاكم فيها البنات والدراري. لا لا ما تركليه ما يركلك، كما قلت لكم انا كنفضل شريو هذا وهالنص هني السوق، ولكن كاين بزاف اللي ما كيقدروش ما عرفت كيجيهم شي حاجه بحال غريبه عجيبه في الودن، ولكن شريوها على حسابي، والله والله لا على حسابي. لحقاش حتى انا كنت شريتهم وجاتني شي حاجه غريبه وهذا، ولكن توالفتهم دابا ما نقدرش نستغنى عليهم، ما نقدرش نعس بلا بهم، راه عرفتو مي كنديرهم. وسبحان الله كتبقاي تسمعي واحد الحس، ماشي واحد الحس بحال الموج، بحال الموجه، بحال شي حاجه، بحال واحد الحس كينعسك غير كديريهم بصح كتمشي كتنعسي دغيا بوحدك كتنعسي. والله والله العظيم البنات، وكنصحكم هاد السبونخه تاع السيليكونه ما تشريوش ديال السيليكونه، السيليكونه انا ما كنحملهاش، ما تشريوش ديال السيليكونه. المهم هذا هو المشكل، هذا هو الحل البنات صراحه، هذا هو المشكل، الحل ديال المشكل ديال الشخير اللي كنصحكم به. اي فوالا هذا هو الموضوع ديالنا ديال اليوم، نتمنى انني نكون فدتكم ونصحتكم، وهذا الفيديو كان خفيف ظريف،
وهذا الشيء اللي كاين. ما تنساوش لايك للفيديو وبارطاجيو الفيديو مع الشخارة اللي كتعرفوهم عندكم في العائلة ولا في حبابكم ولا مع صحابكم. خليت لكم الراحة، مع السلامة، وراه كنحماق عليكم بزاف بزاف بزاف. باي باي.